زعما زعما بلعاني انتي هنا فيلم عملوا لينا برا احنا نصدقوا معناها كل سوا توا ولا قبل ديما كي سي هاد برك خلصونا والدينا المهم المصروف تاعها صحيت هكاك وكها بالنسبه لمرزوقي معناها كان بالو راه نقص فيها من قبل مشاري معناها كي الحكايه جت من الحكومه حب يعمل فاصل ما عنديش في السياسه والريقه ذي انا انسان مواطن عادي قاعد نعيش في الدنيا وكها ولا على بالي لا بسياستهم ولا بحديثهم هما باش يجي ينقص منا ويسرقك منا يا بدي خونا رازر انا بيرسونيلمون فهمت ولا جي كرو با انا جو في على ليترونجي بون سوي تونيزيان مي بون جو بونس كو سا با ايت بوسيبل كوا سا با ايت بوسيبل هذه خطوه ايجابيه لازم اما حبينا من الاول يعملها ملي شد الرئاسه علاش لا معناتها الموظفين الكبار في الدوله كل يعملوا خطوه مماثله باش نحصلوا في الاقتصاد تاع البلاد احنا عارفينه من قبل اللي هو اقتصاد تعب برشا وان شاء الله فما كان خير تونس بون تصور كحركه شخصيه باهيه شويه اما ما يلزمش تخف عن شخص رئيس دوله نصور كانوا يتعدى يستعمل شويه من الكوفار نتاعو كيلك سورت باش يتعدى توت اون هيرارشي باش تتصلح وينقصوا شويه من الفلوس اللي قاعدين يصرفوا فيهم يعطيوا للي باس باز نتاع المجتمع التونسي خاطر هذوكم اللي يسحقوا اكثر الفلوس اللي توا موجودين. بالنسبه لي انا معناتها نتصور التخفيض في الاجور المرزوقي هو بدايه حمله انتخابيه لما حاجه. فهمت هذه الحاجه اللي نكون نفهمها انا من جانب الواحد. هاي باش نقول لك انا الحكايات هذوما اولا ما عنديش دخل في الحكايات هذوما مانيش مهتم بها ياسر الحكايات ولا السياسة ولا معطرة على الاخر واحد ما عاد فاهم منهم شيء ولا زوالي معناها مجد الله يكون في العون شو باش لا يكون في العون يعطي الصح فهمني نحاولوا احنا نعاونوه ما يصيرش بالنسبة لي انا نشوف بيرسونيلمون نشوف انه شهرية اللي ياخذ فيها الكل سانسيرمون نشوفها زايدة وكارو القرار هذا راه عمله من قبل باش على الاقل نشوفوا فيه دور بطولة خاطر هو سانسيرمون نشوفوه رجل حقوقي رجل اللي يحب على يعاون العباد دونك ما ينجمش يكون رئيس سانسيرمون يعطيه الصحة شنو لازمو هذا كان هو فعلا ما نخفض يعطيه الصحة ونتمنى الناس كل تنسج على المنوال بون ما نجموش نقصوا من شاري نتاع الناس بون هو مش عارف قداش يخلص والله الامانة 30 مليون 30 مليون اي 30 مليون من حقه انه ينقص فيه فهمني و اخي لازم ينقص فيه ولكن ما نجموش نقصه نتاع 200 دينار 350 و 150 وجماعه الحظاير على كل ناس طب مثلا ما نعرفش الناس اللي لبس عليه شبيه كان تعمل نفس المبادره من اجل انه الاقتصاد يرجع للعاده نتاع البلاد داخله في حيط من الاخر اللي ما القرار هذا شنو رايك؟ ما نعيش في تونس انا من حاجه اي تصور مش بدل حاجه ولا نصور في تونس بدلت الجمله راه ما تبدلتش تونس قاعده كما قبلنا هكا تشوف نفس كل شيء قبل بن علي وتو مرزوق انا نتمنى اللي يكون المرزوقي والمجلس التاسيسي كل يتبرعوا شهر ولا شهرين ما يخلصوش اذا كان هو بالحق نائب من الشعب ويحس على الشعب مشكلته الشعب يتبرع لنا شهرين ترى ما يخلصش خنشوفوا شنو يصير خنشوفو كي يقعد شريش ما يخلصش يحس بالزوالي ولا ما يحسش نحن يعني بينا ربي راه كي واك مواطن ولا يخدم ولا شهار ولا اليوم الناس كل تعاني في تونس عملنا ثورة حبينا نتحسنوا كذا عارفين مش في سافيس مي ياسر كيرا ياسر على الاخر والله شو نقول لك صح ان شاء الله ربي يهدي